أفادت مصادرنا بأن الجيش الليبي اقتحم منطقتي الصابري وسوق الحوت شمال شرق بنغازي. وقالت مصادرنا إن عملية الجيش الليبي بدأت منذ ساعات الصباح الأولى بقصف مواقع داعش في المنطقتين المتجاورتين باستخدام المدفعية الثقيلة وسلاح الطيران. وأضافت المصادر أن الجيش الليبي سيطلق معركة جديدة لتحرير مناطق غرب وشمال غرب بنغازي. استبعد رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج تدخلا عسكريا دوليا لمكافحة داعش. وأوضح السراج أن بلاده تحتاج إلى مساعدة من المجتمع الدولي في الحرب على الإرهاب، وطلب بصور عبر الأقمار الاصطناعية ومساعدة استخباراتية وتقنية لمواجهة التنظيم. ومعنا من القاهرة الكاتب والباحث السياسي الليبي فوزي الحداد. سيد فوزي، أهلا وسهلا بك على سكاي نيوز عربية. نتحدث عن معارك بنغازي التي يقودها الجيش الليبي منذ مدة ونحن نسمع عن هذه المعارك ولكنها لم تحسم. ما الذي يؤخر عملية الحسم في هذه النقطة؟ مساءك خير ومساء مشاهدي الأكارم أيضا خير، وكل عام وأنتم جميعا بخير بمناسبة أولى ليالي الشهر الفضيل هذه الليلة. شكرا. الحقيقة أن الجيش الليبي في بنغازي يصدر الملاحم البطولية، شباب الجيش بالذات في دحر التنظيمات الإرهابية في بنغازي منذ أكثر من سنتين. بالفعل سؤالك قد يطرح كثيرا أيضا المعركة طالت لارتباطها أولا بعوامل عديدة، لكن قبل ذكر هذه العوامل أولا دعني أؤكد على أن برغم كل شيء فأن هذه المجموعات الإرهابية كانت تستحكم أو تحتل بنغازي بأسرها. اليوم هي موجودة في جيوب فقط في بنغازي، في الصابري، في سوق الحوت كما جاء في تقريركم، وكذلك في بعض نواحي خارج بنغازي جوارشا أو بعض المناطق الأخرى. لماذا تستعصي هذه المناطق على الجيش الليبي؟ هذا هو السؤال. نعم، الجيش الليبي يقاتل بضراوة الحقيقة، ولكن أنت تعلم ويعلم المشاهد الكريم أن الجيش الليبي عليه حظر تسليح دولي، وبالتالي حصوله على التسليح أمر في غاية الصعوبة، إضافة إلى أن هذه الجماعات الإرهابية تحظى بدعم متجدد دائما من كثير من المتعاونين معها. ولا يخفى أيضا على المتابع الشأن الليبي أن بعض هذه الجماعات متحالف مع بعض الفئات والأشخاص والكيانات في غرب ليبيا، في مدينة مصراتة وفي طرابلس أيضا، وهؤلاء يمدون هذه الجماعات السياسية أو الإرهابية في بنغازي بشتى السبل، بالدعم عن طريق البحر بالجرافات أو عن طريق قوافل الصحراوية. وأبرز الداعمين للإرهاب في ليبيا للأسف الشديد المفتي السابق لليبيا صادق الغرياني، الذي حتى بالأمس قريب أول أمس ذكر بيانا صرح فيه صراحة أن القتال في بنغازي، قتال الجيش الليبي في بنغازي هو أولى من قتال داعش، ودعا الشباب للذهاب إلى بنغازي. كل هذه عوامل تسهم الحقيقة في تأخير المعركة كما قلت لك، في ظل عدم وجود تسليح وعتاد يصل بشكل دوري للجيش الليبي. خروج قوتين من تحت جناح الجيش الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر، إلى أي مدى يؤثر على معارك الجيش مع هذه الجماعات المتشددة في بنغازي؟ هو على صعيد المعارك لن يؤثر، لأن هذه الجماعات التي خرجت لا تقاتل مباشرة التنظيمات الإرهابية في بنغازي، لأن هذه وما الذي كانت تفعله إذن سيد فوزي؟ نعم، هي جماعات مساندة للجيش في بنغازي، وأنشئت أيضا حديثا وهي مختلط من بعض العسكريين أيضا والمدنيين يعني. ومشكلة بنغازي في هذه القصة بالذات هي مشكلة سياسية بالأساس، خاصة بعد ظهور السيد وزير الدفاع المهدي البرغثي وذهابه إلى العاصمة طرابلس للالتحاق بعمله كوزير للدفاع مع معارضة الفريق حفتر لهذه الخطوة. هذه طبعا الخطوة أدت إلى وجود انقسامات في مدينة بنغازي، سواء انقسامات قبلية أو انقسامات عسكرية كما ذكرت الآن. هذا كله قد يؤثر في المدى المتوسط على الجيش الليبي إن استمرت المعركة ضد هذه الجماعات
وقتا أطول. برأيي أن الحل في بنغازي خصوصا ينبغي أن يتم تداركه فورا، لأن الانقسام فيها بالذات لا يمكن أن يكون في صالح أحد، لا في صالح مدينة بنغازي ولا حتى في صالح مشروع الوفاق ككل الذي نسعى إلى إتمامه. المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري لوح باستخدام القوة ضد جماعة المهدي البرغاثي، هل نتوقع حل لهذه الأزمة وفق ما تراه، أم أن الأمور ماضية في التعقيد سيد فوزي؟ للأسف على الأرض ماضية في التعقيد، كل يوم هناك تفصيلات وأحداث جديدة، لكن لا زلت أعول على أن بنغازي لا يمكن أن تدخل في قتال داخلي خاصة مع هذه الجماعات أو مع الفريق الداعم للسيد البرغاثي. هناك جهود سمعتها اليوم حثيثة من بعض المؤثرين ومن بعض شيوخ القبائل لمحاولة لملمة هذا الأمر دون الدخول في معركة عسكرية سوف تستنزف بلا شك جهود الجيش الليبي، وهناك طبعا معركة مفتوحة أنت تعرفها، معركة الجماعات الإرهابية، وهي تحتاج بكل تأكيد لكل الجهود الممكنة، وتنتظر أيضا في أي ثغرة ممكنة للعودة إلى قلب بنغازي. أنا أعتقد أنها لن تصل الأمور إلى حد التقاتل في بنغازي بالذات بين هذه الجماعات، لأن الخلاف أساسا هو سياسي، وأعتقد أنه سيبقى خلافا سياسيا في بنغازي خصوصا. يعني ما الذي يريده المجلس الرئاسي من وراء دفع بعض قيادات الجيش الليبي للتمرد على السلطة العليا لهذه الجيش، رغم أن السراج تحدث بأن اللواء خليفة حفتر لا مانع من وجوده داخل الجيش الذي سيشكل لاحقا؟ نعم، المشكلة طبعا للمجلس الرئاسي ولحكومة الوفاق أنها لم تنال الثقة من مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق، وكذلك لم يتم أيضا إدراج الوفاق الوطني كمشروع إلى داخل إعلان الدستوري بحيث تصبح هذه العملية برمتها دستورية. هناك من يرى وخاصة في المجلس الرئاسي أن المعطل الأساس لعمل البرلمان هو الجيش في بنغازي وخصوصا الفريق حفتر، وبالتالي يسعى المجلس الرئاسي بعدة سبل للضغط على الفريق حفتر للقبول بما يعرضونه عليه من أدوار أمنية في المستقبل أو في مستقبل حكومة الوفاق. بهذه النظرة ربما يمكن أن نفهم ما يحدث في بنغازي من هذه الانقسامات وهذه التحركات، خاصة التحركات السياسية من إنشاء غرف عسكرية، من اندفاع نحو تحرير سرت من قبل كتائب مصراتة اللي تعلن أو أعلنت ولاءها لحكومة الوفاق، دون أن تكون لهذه الحكومة أو للمجلس الرئاسي الحقيقة سيطرة فعلية على هذه الكتائب، كلنا يعرف ذلك. أيضا المجلس أو الحرس الرئاسي اللي أنشأه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بقي حتى الآن حبرا على ورق، لم تتم تزكية أو تسمية قياداته ولا حتى أماكنه، ولم يستلم أي من مما نص عليه في القرار. إذن المسألة في ليبيا الآن لا تزال تحتاج إلى حوار معمق أيضا لضم مجلس النواب خصوصا للعملية السياسية في بنغازي. أنا لا أعول على مثل هذه الألعاب العسكرية أو السياسية، أعتقد أن السيد كوبلر ولجنة الحوار والأمم المتحدة عموما ينبغي أن تبذل جهودا أكبر في لنجاح مشروع الوفاق الوطني، وليس دعم من دخلوا إلى الوفاق الوطني وترك الفريق الآخر المعارض. ينبغي النظر إلى هذه المسألة بحكمة إن أردنا نجاح هذا المشروع. أشكرك سيد فوزي الحداد الكاتب والباحث السياسي الليبي، كنت معنا من القاهرة.